اهلا ومرحبا بكم مشاهدي الكرام. فيديو جديد، عندي لكم فيديو رائع بزاف بالنسبه للناس اللي هما منشئي المحتوى او منشئي المحتوى ديال اليوتيوب ولا على جميع مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الفيديو كيهمك بزاف بزاف، غادي يسهل عليك الماموريه كثير. غادي نقدم لكم افضل تطبيقات لتحرير الفيديوهات ولرفعها على اليوتيوب بطريقه جد سهله جدا واحترافيه. اليوم كما كيعرف الكل ان الهاتف الذكي ديالنا واللي كيجمع بين آلة تصوير جميلة جدا وكاميرا فيديو احترافية، يمكن ليك غير من الهاتف النقال تصور فيديوهات رائعة ولا افلام قصيرة ولا افلام محترفة ورائعة. داك الشيء على حسب الذوق ديالك وعلى حسب الابداع ديالك، حيت كاين بعض الهواتف اللي عندهم كاميرا مجهدة بزاف فيها 4K ولا Full HD والكاميرا واضحة مزيان، صوروا بها أفلام ناجحة ورائعة. في هذا الفيديو جبت لكم أفضل تطبيقات لتحرير الفيديوهات، ومن تطبيق من الهاتف النقال ديالك تقوم برفعها على يوتيوب أو جميع مواقع التواصل الاجتماعي بكل سهولة. الخدمة فيهم زوينة بزاف، مونتاج كيجي سامبل وعادي، وممكن لك تدير مونتاج محترف، وهالشي كامل مع الابداع ديالك غادي يعاونوك بزاف هاد التطبيقات. غادي يسهلوا عليك المأمورية بزاف لانتاج الفيديو وغير من الهاتف الذكي او من الهاتف النقال ديالك او هاتف الجيب. لدعم القناة المرجو الضغط على الزر لايك لكي تقوم بتحفيزي لكي اقدم المزيد، والضغط على الزر اشتراك وتفعيل زر الجرس. ولا احنا ما نستاهلوش كديروا دابا لايك غير الناس ديال لي برانك وديال داكشي اللي كيتفلى عليكم، دير لايك باش تحفزني باش نقدم المزيد ان شاء الله. تابع الفيديو. مرحبا بكم جديد، غادي نبداو الان مع اول تطبيق وهو فيلمورا جو. غادي نعطيو هنا الصلاحيه، اوكي كما كتلاحظوا امامكم فيلمورا جو. اغري كتبدا هنا بصناعه الفيديو كما كتلاحظ، كتضغط كتدخل الفيديو مثلا، غادي نختار هذا الفيديو. هذا عندك هنا العديد من الاشياء، يعني هنا كتحكم في الفيديو هكا. اتكي الان على سويفون في سيليكسيوني او موا سويفون ان فيشي، يعني خصك تختار سيليكسيونينا الان، ندير سويفون. اوكي 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 كما كتلاحظوا هنا، يعني هنا عندنا تيم، عندنا الموسيقى، عندنا ترانزيسيون، عندنا هنا فورماتي كما كتلاحظوا موديفي، يعني كيخليك تحكم في الكثير من الاشياء. كما كتلاحظوا لي تيم شحال زوينين، يعني كاين دي تيم اللي هما واعرين بزاف. وهاد التيم هادي اللي درنا هنا بإمكانك تبدلها بفاشن ستايل هادي هنا وديرها في هاد. كما كتلاحظوا كاين الكثير والعديد من الأشياء. عندنا هنا ترانزيشن أيضا اللي كنت مقطع فيديو كضيف ترانزيشن، هنا كاين هنا اماكن ما كتشوفوا اكثر من 19 كتختار، يعني مثلا هذه حتى كتكون مقطع الفيديو وكتخدم كتزيد ترانزيشن اللي كتجي ما بين مقطع ومقطع، وكاين كل شيء كما كتلاحظوا هنا. صراحه في المورا تطبيق رائع وجد سهل، ومن بامكانك رفع الفيديو على اليوتيوب من تكيرا سوف غاردي. بعد ما تضغط على سوف غاردي سوف غارد البروجي مورا غادي ترفعوا منا الى اليوتيوب ديريكت. غادي نمشيو اعزائي الكرام الى التطبيق الثاني وهو تطبيق كيني ماستر. اوتوريزي نعطيوه الصلاحيه كما كتشوفوا هنا امامكم، يعني بامكانك عمل الكثير والكثير من المونتاجات بكيني ماستر، صراحه رائع جدا. هو فيه الجليتش، فيه العديد من الافكس الرائعه. نبركو على كومونسي كما كتلاحظوا هنا، يعني كيعطيك، يعني كما كتلاحظوا هنا هذا اشهار هيدو
نضغط على بلاس وكتختار هنا الابعاد واش بغيتي ليكرون تكون هكا يعني 16 على 9 ولا 9 على 16 ولا 1 على 1. نضغطوا على ابعاد العاديه نتاع يوتيوب ومن ثم غادي ندخلوا الفيديو هنا نسكيو على ميديا غادي نختاروا الفيديو اللي بغينا هنا ومن بعد غادي نديروا له يعني نديروا المونتاج ستوكاج كلاود كما كتلاحظوا يعني مثلا غادي نختاروا شي تصويره هنا نديروا هكا وعندك هنا العديد من الاشياء جرافيك دي كليب كما كتلاحظوا عندنا جرافيك دي كليب انا كاين الكثير من الاشياء الرائعه ديرها في التيتر في الاول كما كتلاحظوا كاين اشياء جد ممتازه هنا في هذا التطبيق تطبيق كيني ماستر كيني ماستر يمكن لك تزيد هنا الصوت ديالك وتزيد الاوديو وتزيد دوبل كوش كما كتلاحظوا تزيد فيديوهات اخرين هنا الى ضغطتي هنا صراحه حتى هو تطبيق جد رائع. لننتقل الى التطبيق الاخر يو كات إيديتي فوتر بروميير فيديو صغت هكذا نعطيه الصلاحية وكندخلو الآن مثلا غادي نختارو هاد الفيديو هذا غادي نديرو هنا سويفون كما كتلاحظو حتى يو كات فهو تطبيق سهل جدا ورائع. كتلاحظو هنا عندنا إلا بغيتي تقلب الفيديو ولا تقطعو ولا دير اللي بغيت هنا عندنا ميوزيك عندنا فلتر عندنا لي زافي عندنا التكست ايموتيكون تا هما بإمكانك تزيدهم عندنا لي فون عندنا اونجستخي يعني تأونجستري لا فوا ديالك عندنا الفوليوم عندنا يعني بزاف الميروار اللي بغيتي هنا ترجع التصويرة للجهة الأخرى يعني ترجعها من اليمين لليسار ولا من اليسار لليمين مثل المرايا كما كتلاحظو هنا ميرور لدينا كروب هنا اللي بغيتي تقطعها وتقصرها ولا تعرضها ولا تطولها ولا اللي بغيت كما كتلاحظو كيعطيكم يعني لوحة التحكم هنا بسيطة كما كتلاحظو لي زفي هنا أمامكم لي زفي ديال جليتش نختاروا هاد اللي في يعني مثلا تاع في اش سي ولا جليتش كما كتلاحظوا يعني صراحه تطبيق رائع جدا. غادي ننتقلوا اعزائي الكرام الى التطبيق الموالي التطبيق الرابع وهو اكشن ديريكتور. اكشن ديريكتور هو من افضل التطبيقات لتحرير الفيديوهات نضغطوا على ايديتي هنا وغادي ندخلوا نعطيوه الصلاحيه اللي هي اوتوريزي وغادي نمشيو وغادي نختاروا الفيديو اللي بغينا مثلا نختار هذا الفيديو هذا شوفوا سيليكسيوني فوتر كليب يا ابوي سور بلس نعم نضغط على بلس هكذا نضغط على اوكي كما كتلاحظوا هنا ايضا عندنا هنا عندنا اكشن عندنا كولور تلاحظوا كتبدلوا لي كولور هنا ديال لي فلتر كاين دي فلتر واعرين بزاف كما كتشوفوا هنا امامكم هاد لي فلتر في البيسي كتضرب فيهم تمارة يعني ما كتلقاهمش موجودين بحال هكا كنضربو فيهم تمارة كنصوبهم يعني كتصابهم يدويا هكا كتصابو بيدك درجة بدرجة كيما كيقولو كيما كتلاحظو هنا انتوما اختارينا مثلا الفلتر بوب ليليس الا بغيتي هنا ترطب ولا ترجع الملمس نتاع الوجه ديالك ناعم بالنسبة للبنات هما اللي كيحتاجوها بزاف عندنا هنا اكشن كما كتلاحظوا الا بغيتي تقطع ولا تزيد في فيديو ولا تنقص ولا تبدل الفيديوهات بمقاطع اخرى تيتر وعندنا اوتو كورون وعندنا الاوديو كما كتلاحظوا ايضا هنا عندنا يعني جميع الاشياء اللي هي ضروريه باش دير فيديو باش تحرر فيديو ولا دير مونتاج. ننتقل اعزائي الكرام الى التطبيق الخامس والاخير وهو تطبيق كويك كريي اون نوفيل فيديو ايضا يعني كتدخل بسرعه اوتوريزي غادي نختارو هنا شي تصويره مثلا نختارو تصويره نختارو تصويره اخرى مثلا مثلا نختارو التصويره هذه وكنتكيو على اوكي اجوتي ان تيتر اون انتروديكسيون مثلا نضغط على اوكي شوفوا الان يعني في الاول كيعطيك بعدا في الاول كيعطيك داك التيتر اللي كتكتبو كيعطي لك السميه تاعو لاحظوا صراحة تطبيق رائع كما كتشوف كما
كما كتلاحظوا اعزائي الكرام التطبيق التالي هو اللي خليته مميز، خليته حتى التالي لانه تطبيق رائع جدا، كويك راه سريع ونيشان سريع، راه كتدخل كدير تيتر كيكتب لك هو كيدير لك البدايه كيدير لك لانترودكسيون ولا لينترو كيصاوب لك اللوغو نتاع لينترو بالتيتر اللي بغيت وكيدير لك ترانزيسيون راسو كما كتلاحظوا ترانزيسيون جد رائعه واحترافيه وكل شيء رائع في التطبيق ديال كويك. يعني هذه الدوزه على التطبيقات كاملين في الثلاث تلقى كويك هو الافضل، يعني بالنسبه لي انا جربت هذو كاملين ولكن كويك فاجئني بزاف لانه كيقدم لك العديد من الفلترات والعديد من يعني الاشياء الرائعه اللي كتكون في المونتاج محترف كيقدمها لك فابور وبسرعه. كنتمنى ان حلقه اليوم تكون نالت اعجابكم، الى عجبكم الفيديو ديال بصح وعجبوك التطبيقات كلهم ديال تحرير الفيديو اللي قدمتكم هنا باش تلونصوا في يوتيوب ما تنساوش تحفزوني بالضغط على زر لايك والضغط على زر اشتراك وتفعيل زر الجرس. دمتم في رعايه الله اعزائي الكرام، السلام عليكم.